15 décès ont été enregistrés entre 50 et 100 cas communes de pneumonie. الدولة دارت كل الإمكانيات، وفرت كل الإمكانيات المادية المعنوية المالية باش نساعدوكم على التكفل بالمرضى من هذا الوباء. فإذا هذا التنسيق هذا على المستوى الوطني الحمد لله هو اللي خلانا نتفادى أشياء اللي كنا وكانوا بعض الناس المحللين في الخارج يطرزوها باش يشوفوا بان الجزائر غير قادره الى غير ذلك. انتم اعطيتوا لهم الجواب في الميدان. الان كان الجانب الاخر، الجانب الاخر هو التوعيه والمواطنين. انا نظن بهذه المناسبه نداء لكل المواطنين والمواطنات بان القضيه ماهيش سهله، وهم شافوا بلي رانا عندنا ضحايا ربي يرحمهم، وعندنا ناس راهم في المستشفى، وعندنا أسرة طبية راهي في الميدان لمحاربة هذا الوباء. وبالتالي عليهم أن كل واحد يدير الواجب نتاعو. هي القضية كما قلت هي مسؤولية فردية ومسؤولية جماعية. الإنسان اللي ما يحافظش على نفسه وما يحافظش على وليداته وما يحافظش على الأسرة نتاعو وعلى جيرانه لازم يكون لازم أن يكون في المستوى، لازم يحافظ على روحه. يبقى في الناس الكبار السنين يبقوا في ديارهم ما يخرجوش.